زي ما انتوا عارفين وشايفين المسابقه بتاعتنا بتكبر وبتكبر، اقوى مسابقه في مصر. احنا هنا عندنا الجوائز الذهبيه اللي احنا مقدمينها ان شاء الله من البرنامج. مش فايز واحد ولا اتنين، لا دول التلات فايزين هيبقوا موجودين معانا في ليله راس السنه، وهنسلم ليهم التلات جوائز ذهبيه على الهواء مباشره من برنامج المطعم. ويوم 28 هيتم عمليه السحب على الجائزه. طيب الجائزة اللي احنا كنا بنتكلم عليها هي الغسالة بتاعتنا والميكرويف، وده السحب اللي احنا شفناه، ويا ترى مين صاحب الحظ؟ هنفرد الورق ونشوفه. اتفقنا ان المسابقة مش مقتصرة بس على القاهرة، لا ده على القاهرة والبحيرة قبلي بحري، كل اماكن في مصر هي المسابقة لمصر كلها مش لمكان معين. طيب والله لو انا كسبت، واحد يقول لي مثلا لو انا كسبته من اسوان او من الاقصر او من سوهاج او من جنوب سيناء، طب انا ازاي هجيب حاجه اخد المسابقه؟ والله حضرتك لو ليك اي قريب موجود هنا ممكن ان احنا نتواصل معاه عن طريقك طبعا، ونسلم له الجائزه بالنيابه عنك، فده ما فيش اي مشكله برضو بالنسبه لنا. طب السؤال بيقول ايه على الجوائز الجائزه الذهبيه اللي عندنا، اللي لو عايزين تسجلوا من دلوقتي تبداوا تسجلوا لاخر الاسبوع. السؤال بيقول ما هو الفرق بين عجينه الكرواسون وعجينه الملفيه؟ السؤال سهل جدا يعني، كلنا عارفين هي عجينه بتخمر وعجينه بتخمرش، يبقى ايه الفرق؟ الدقيق ولا الملح ولا طبعا الخميره؟ من اي موبايل 137 او من اي رقم ارضي 09937. ده مسابقه الكريسماس راس السنه، هابي نيو يير على الجميع. تعالوا بقى نشوف عندنا الجائزه هنعملها ازاي. بص صل على النبي، يعني احنا طبعا مش هينفع ان انا امد ايدي هنا بولة واطلع اقول ايه طب انا اخد من اي بوله، مش هينفع. فانا بقول ايه، بقول ايه، تعالى يا عم مجيد، تعالى. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ يا الاخبار كله تمام؟ الحمد لله. مساعد المعنى العظيم، بص يعني احنا يلا بينا نقلب تمام، عشان حاجه وقعت انت هنجيبها، مش هنخلي حاجه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله والله يا جماعه كل دي ارقام، كل اللي انتوا شايفينه ده ارقام قدامكم، ما في حاجه فاضيه، كله في ارقام. انا لو انا مش قدام الكاميرا وبنسحب كنت وريتك، ما انا اكيد هسحب دلوقتي بشكل عشوائي وهوريك الرقم اللي احنا هنسحبه. دي مش عارف بقى، انا حاسس بقى يعني انت ايه، خلي بالك معايا ماشي هلحق. اهو قدام حضراتكم الارقام بتاعت المسابقه، اقوى مسابقه موجوده في مصر 2019، مسابقه برنامج المطعم على قناه بي ان سي فود، ان شاء الله تشوفوها مع بعض. ودي الارقام كلها اللي هي اتصلت بينا، الارقام دي اتصلت بينا دي كلها ليه؟ عشان بفضل الله انتوا شفتوا المصداقيه والشفافيه اللي موجوده في المسابقه. السحب على اول حاجه، على زي ما اتفقنا الاثنين هيبقوا مع بعض، يعني هي جائزه مركبه، هو فايز واحد بس بالاثنين. خلينا نشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نقلب نقلب، وانا مش يعني ايه كفايه تقليب، وهنجيب الاخير ده برضو، ونجيب ايه اهوت. قلب قلب، اعجن اعجن اعجن، سامح لكم اش ورق بس. بس خلاص كده، بس عم نجيب، انت توقع الورق كده، ناخد ورقه اهي، دي اللي انا سحبتها معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بس عشان ايه يعني ادالي الرقمين. الرقم هو عايزين نجيبه بعد اذنك يا جمال، اهو 012 2 4، في رقمين 5 2 2 0، يعني هو اخره 5 2 2 0. تاني 012 2 4، في رقمين 2، انا طبعا حاطط عليهم السكينه، وحاطط عليهم السكينه ليه؟ عشان اكيد الناس ما تتصلش وتتعطلوا ونسحب تاني، واخره 5 2 2 0. يلا يا عم جيد اتفضل، مستني تليفونك. طبعا شروط المسابقه، شروط المسابقه لو الله لا يقدر ما جاوبش علينا، واحنا اتصلنا عليه وما ردش علينا، احنا بنضطر ان احنا
بنسحب تاني، يعني بعد ربع ساعة احنا ممكن نطول عادي، بعد ربع ساعة نسحب رقم تاني، بس بنخليه ورانا وبالنا طويل جدا جدا، لأن طبعا أول مسابقة غلطنا فيها جدا كان أعتقد لمدام هناء روان، أعتقد لمدام هناء احنا بينا الرقم، لدرجة هي بتقول لي أنا خلاص رميت الرقم، قعدت الناس قعدت لحد الفجر ترن عليها، واللي يقول لها أنا عايز الهدية، واللي عايز يقول لها والله إيه رد؟ انا عايز الهديه، واللي يقول لها والله ممكن اشتري منك الهديه بمبلغ كذا، فبتقول لا اتسخافات كتير قوي فعلا، ما كنتش كانش ينفع المفروض ان انا ابين الرقم على الهوا، فعشان كده بقى انا ايه نحط الرقمين. بنفكر الساده المشاهدين احنا في اول جايزه سلمنا الثلاجه لمدام هناء من احمد سعيد من العباسيه، مدام هبه كانت الفائزه الثانيه بالتلفزيون بتاعنا السامسونج 49 بوصه معانا. الو السلام عليكم. الو 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 ايوه يا سيف محمد، وطي التلفزيون بقى واسمعني من التليفون. انا مش مصدقه نفسي يا سيف محمد. الف مليون مبروك يا فندم، الف مليون مبروك. الله يخليك الله يخليك. اسم حضرتك ايه؟ نعم اسم حضرتك مدام سميره، معاك من شبرا. اهلا وسهلا بكل شبرا الجدعان جدا، سلام كبير للشبراويه حبايبنا. انا مش مصدقه. ربنا يخليك يا فندم، الف مليون مبروك. مش فيه خالص يا سيد محمد، مش فيه. الف مليون مبروك يا فندم. ربنا يخليك، انا بحبك جدا، انا بعزك جدا. الله يخليك يا مدام سميره، والف مليون مبروك، وان شاء الله تيجي تستلمي منك تستلمي مني الجايزه على الهواء مباشره يوم الاثنين القادم باذن الله. يوم الاثنين ان شاء الله، هو الكنترول هيظبط معاكي والاعداد هيظبط معاكي، هتستلمي الجايزه امتى؟ طب لو ما قدرتش اجي يا سيد محمد اعمل ايه؟ ابعتي اي حد يا فندم، ابن حضرتك او جوز حضرتك او والد، اي اللي انت عايزه تبعتيه تبعتيه، بس طبعا مع اتفاق معانا في القناه طبعا عشان نعرف مين اللي جاي، عشان بنعمله تصريح هنا في مدينه الانتاج الاعلامي ويخش ويستلم الجايزه ان شاء الله. ان تمام شاء الله. تمام، الف مليون مبروك. بقول لحضرتك ايه طيب؟ في اتصلتي كم مره عشان تشاركي في المسابقه؟ مرتين تقريبا او ثلاثه. وكانت اول مسابقه تشتركي فيها ولا شاركتي قبل كده؟ لا اشتركت قبل كده وما كسبتش. حاولت يعني كذا مره. سهل جدا الاتصال، سهل جدا. طيب والاجابه كانت ايه؟ الاجابه كانت السكر، رقم اثنين. السكر بالظبط كده. شكرا لحضرتك جدا يا فندم. شكرا ليك يا مدام سميرة، نقول لها ألف مليار مبروك. الموضوع لسه مخلصش، اللي اتصل ده يتصل تاني على الجوائز الذهبية اللي هتبقى مقدمة إن شاء الله من برنامج المطعم يوم السبت القادم، هنسحب عليها، ويوم ليلة رأس السنة هيتم تسليمها على الهواء في برنامج المطعم مع الشيف محمد حامد. الجالة الجوائز الذهبية دول، السؤال بيقول ما هو الفرق الجوهري بين عجينة الملفيه وعجينة الكرواسون؟ زي ما اتفقنا عجينة بتخمر وعجينة بتخمرش، ايه الفرق؟ عجينة حاجة سهلة جدا، الدقيق، الملح، الخميرة، من أي موبايل 1 3 7 أو من أي رقم أرضي 0900 9 3 7.